لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ده اسمه افتراء، أنا ما بقتش فاهم حاجة. هو كل شوية الفاتورة بتزيد، إيه بقى اللي جد المرة دي؟ ده حضرتك أجر الاستشاري الخارجي، وده حضرتك بره المستشفى وحسابه لوحده. حلو بقى الدوامة الجديدة دي. الاستشاري الخارجي والاستشاري الداخلي، وسط الكهرباء زادت، وسط مش عارف إيه حصل. أبقى أقول لحضرتك إيه، أنا دكتور وعارف كويس جدا أنا بتكلم في إيه، وهطلع على النقابة وهعمل لكم مشكلة كبيرة جدا. يا دكتور ما أنت عارف هو ده المتبع في أي مستشفى خاصة. أنا ما بقتش فاهم حاجة. خلاص يا عبد الله خلاص، يلا بينا. يلا. على فكرة بقى شكلهم هنا دباحين على الفاضي، احنا نعدي بكرة وبعدين نرجعها المستشفى اللي كانت فيها وخلاص. بلاش نضحك على روحنا، انا وانتي عارفين كويس قوي انها ما اتحسنتش غير لما جت هنا. وبعدين المستشفى اللي كانت فيها كويسة بس عشان ترجع تاني هناك كل حاجة بتدور. ده انت الفلوس اللي اخدتها تسددها الرجب صرفتها هنا في ليلة واحدة. انا ما بقتش عارف حاجة بقى ولسه وصلت. دكتور عبد الله، ايوه فهمت. في حد اسمه الحاج رجب مستني حضرتك في الريسبشن بره. تمام أشكرك. لا إله إلا الله، بقى ست أم مروة تبقى في المستشفى وأنا آخر من يعلم يا دكتور. أنا وشي منك في الأرض والله. والله العظيم يا حاج أنا مش عارف أوريك وشي إزاي. كنت جاي لك والله العظيم عشان اسد الفلوس. عيب يا دكتور. والله العظيم ثلاثه هسدهم بس يعني مستشفى وبتاع، اديني بس فرصه هسدهم لك في اقرب وقت. عيب يا دكتور، احنا اخوات يا راجل، في ايه؟ وبعدين استنى انا جاي لك في حاجه تانية. خد امسك خلي دول معاك. لا انا الحمد لله الله يكرمك. لا زي الفل. دكتور اخلص احنا في زنقه. والنبي يا حاج الله يكرمك، انا ما بنامش غير المصحف الشريف. انا لسه ما سددتش القديم وكل يوم بحلم ب 100 كابوس. انت حسيت الفلوس اللي عليا والوصولات دي هاخدها امتى؟ اتقطعها. هوصل المعرض دلوقتي يا دكتور عبد الله واقطعها. طب بجد ولا انت بتعمل ايه؟ عيب يا دكتور الناس لبعضيها، وبعدين انت واخدهم عشان تفك زنقه. احنا هنيجي بقى نفكها ولا نزودها؟ انا هتكل على الله مش انا، ولو في اي حاجه اتكلمنا على طول ماشي من غير كسوف. طب بعد اذنك هكتب لك وصل بالفلوس دي. انت برضه مصمم تشتمني يا دكتور عبد الله؟ برضه مصمم تشتمني؟ يلا لو عاوز اي حاجه كلمني. اخوك. ها اخوك بالاذن اخويا. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.